زول من أين أنت بدو تترم تي في أن سوفيسون ثقلتي أظن في فيديو نوسا أنه ندا أدن سكر ينو لغمو أنه دامت السيد يم أسوير نون يوسن مرة ديغ يلغمو ياذ أدو نسفتوغ يعني مرو تنتويناس ستوتليت ثامزيغت أدخلنيت دامت نترم يخران تفرتنا تخران ولوغ أفد أتزرم ميديا اسوير نونيوس نمرة انتو تلايت ثمازيغت يعني في الفيديو ديال اليوم غادي نديرو واحد التمرين اللي عنده علاقة بالإملائية اللي من خلاله غادي نفتح لكم واحد عشرة ديال الجمل باللغة الأمازيغية انتو ما غاد تكتبوها في واحد ورقة ولا في واحد الدفتر باش يعني ديرو التقويم ديرو ليفالياسيون ديال المستوى ديالكم في الإملائية ديال اللغة الأمازيغية دات نواد هاد السنتي غير دي وانت ترغى تسكرم أبوني يتبادو تنغ دات تدرم يو سرسار أفاد أخون يطوض أمين النغ أشكون دا أدنيغ يلوغ ما يضن يمال داو نسكر نديرو تمارين أخرين يعني في الإملائية في مختلف الجوانب ديال اللغة الأمازيغية باش نساعدكم في التمكن من هذه اللغة ثغرس الناس ندا أذن السيتي تأوري النون نغت ثاراري النون طريقة باش غادي نديرو التقييم ديال الإجابة ديالكم نسنا مصغور نغ مراوت نسوي ناس عندنا عشرة ديال الجمال هو ثاوي نست رد سنقط سسنات نتنقاط يعني كل جملة غادي نعطيوها جوج ديال النقاط يعني مشترو لي تخف خفت ويناس او كمشتارات او ثي ويناس سمراوت استغرست اغتان تديت التاويت سمراوت نتنقضين يعني الا كتبتي عشرة ديال الجمال بطريقة صحيحة راه غادي تحصل على عشرين نقطة عشرين على عشرين وغادي نقولوا بأن المستوى ديالك في الإملائية ديال اللغة الأمازيغية هو مستوى ممتاز يعني ردني نيمس مز دسوير نك إكتو تليت أمازيغ نغ دسوير نم إيا أسوير إيغودا دونك مهديو ربي لنا إلا يان أوزكال إكتوينست إلا كان واحد الخطأ في الجملة كتحصل على نقطة ونصف دالتاويت يتنقيط دوزيان إلا كاينين جوج ديال الأخطاء مثلاً سينيزغلان دا التاويت غاس يتنقط إلا كانوا جوج ديال الأخطاء يعني كتاخد نقطة واحدة مثلاً خراطي زغال دا التاويت أزين نقط نصف نقطة مثلاً كوز نيزغال نغوغير ورد التاويت أو ديال نقط إلا كانوا ربعة ديال الأخطاء في الجملة ديالك في الكتابة ديالك يعني كتحصل على صفر نقطة إلا كانوا ربعة ولا خمسة ولا فما فوق يعني أربعة فما فوق دونك نك قدو نستفتوغ ثوي نست سيميك يعني س قد الزيزي غوال فد دونا جختيزي الترام ثوي نست خود ناس من دغ ثوي نست كني ورتا تسميد مثيرا إلا ساليت أنا الإفتاء وانتوما الإملاء عفوا وانتوما مازال ما ساليتوش الكتبة حبسوا الفيديو حتى تساليوا الكتبة ديالكم ثم درس قد أتزري غير توين ستي سنات من بعد غادي ندوز الجملة الثانية وهكذا أرد نسمد ثي ويناس سمراوت وكان يوم جارو ديغة تيرغ يعني تيرغ تيمرا روتين إغتان يعني تيرا إغتان غادي نلوح لكم الجمل مكتوبة بطريقة صحيحة قد يم أسم زازال غير تي ويناس نتارم خنيد تي نا أولا نيغرغ نكين يعني غديرو مقارنة بين الجمل اللي كتبتوها انتوما والجمل اللي كتبتها لكم أنايا في الفيديو وكان خو تاوينست تسرس ماس تنقيط النص يعني كل جملة غتعطيوها النقطة حسب عدد الأخطاء كيف ما شرحت لكم سابقا في الأخير قد تسمون هم قالوا تدام تسمون تنقاط نيلان غور توينس سمراوت ترام يالكومنتار يخفوال
متى تيويناس متى تنقيت غوروني لاب ترام اوت متى تويناس نيختيام تازيلت افاد ادغيفس نسكر غا فيديو افاد دات سفروغ تيزيكال نتسكرم افاد دات نتور تلسم يميتي كان دات داون سفروغ ما خلي يخسر ترام يمشى وريد تمشي نترام خني دونك درت تما ترسم تنقيط نتي ويم يخفاوال ما تنساوش تحطوا النقطه اللي حصلتوا عليها في التعليق وكذلك الجمل اللي غلطتوا فيها كتبوها في التعليق بالخطأ ديالها يعني باش ندير فيديوهات مستقبلا اللي غادي نشرح فيها علاش نتوما غلطتوا في الكتابه وعلاش الكتابه الصحيحه هي الكتابه اللي لحت لكم انا في الفيديو دونك غادي نستنتي دقيقه داون سفتوغ ثوينست ثم زوروت ثوينست ثم زوروت ايدا ماسين غر تنمل ايدا ماسين غر تنمل ايدا ماسين غر تنمل يعني مشى ماسين للمدرسه إدا ماسين غر تنمل دغي تاوينس تأتي سنات الجملة الثانية أفغند إن المدن سيجت دالا أفغند إن المدن سيجت دالا خرجوا التلامد من القاع أفغند إن المدن سيجت دالا أفغند إن المدن سجت دالا تاوين ستأتي سكرات الجملة الثالثة يسوف غتن دوس الماد يسوف غتن دوس الماد يعني خرجهم الأستاذ يسوف غتن دوس الماد تاوين ستأتي سكوست الجملة الرابعة إسكر سيفاو إلوغما نياز ديفكاو سلمادنس إسكر سيفاو إلوغما نياز ديفكاو سلمادنس يعني دار سيفاو التمارين اللي عطاه الأستاذ ديالو إسكر سيفاو إلوغما نياز ديفكاو سلمادنس تاوين ستاتي سموست الجملة الخامسة إز دقادير أك تزدغت إز دقادير أك تزدغت إز دقادير أك تزدغت يعني واش أكادير فين نتايا ساكن واش أكادير فين ساكن نتايا إيس دقادير أيك تزدغت تاوين استصديست يعني الجملة السادسة أتدور تازند أتدور تازند يعني ما تصفتهاش لهنا ما تصفتهاش لهنا أتدور تازند تاوين استصديست يعني الجملة السابعة فكاستيد فكاستيد يعني اعطيه له لهنايا اعطيه له نحو في هذا الاتجاه فكاستيد تاوين استأتي استمت يعني الجملة الثامنة غراسند اتدون غراسند اتدون عيط عليهم باش يجيو غراسند أتدون تاوينست تستزات الجملة التاسعة أورتن ديسكشيم اللي جاسملان ثكاردا أورتن ديسكشيم اللي جاسملان ثكاردا ما دخلهمش حتى وروه البطاقة أورتن ديسكشيم اللي جاسملان ثكاردا تاوين ستأتي سمراوت الجملة العاشرة والأخيرة
إن ياس سنة قيفة نقطتان دو بوان أيا غشاف، يعني قال ليه أيها التمساح، إن ياس جوج نقط أيا غشاف علامة تعجب. إذن أدرت تماود لا بونكتياسيون أسنقط. إذن ثوي نستأتي سمراوت الجملة العاشرة، إن ياس جوج نقاط أيا غشاف قال ليه التمساح. دونك ونش كذا تلا أدلنت يعني توينس توينس هاد أرد ترام أولو جنون أرسيتي مغطي لما تسمدم تيرا. كنت من أنكم تكونوا ساليتوا الكتابة ديالكم دغي الديغ أذون أراغ ثمرة روتين إبنان تيرا إغتان أنتوين ستامزواروت إدا ماسين غر تينمل تاوين ستيسنات أفغند إن المدن سيت دالا تاوين ستأتي سيرات إسفختند أوس الماد تاوين ستأتي سكوست إسكر سيفاو إلو غمان يزدي فكاو سلمادنس تاوين ستأتي سموست إس دقادير أحت زدغد تاوين ستأتي سطيست أتدور تازنت أتدور تازنت يعني ما تصفتهاش هي تاوين ستي ست افكاستيد افكاستيد تاوين ستاتي ستمت غراسند اتدون غراسند اتدون تاوين ستي ستزات ورتن ديسكشيم اللي جاس ملان تاكاردا تاوين ستاتي سمراوت إن ياس أيا غشاف إن ياس أيا غشاف ذغي أدرت التوم أدخت زريم تنقض نتيويم يلغ مويد يخفى وال ما تنساوش تحطوا النقطة اللي حصلتوا عليها في هذا التمرين هذا في التعليق جوج نقط على كل جملة كل خطأ كيخصم نص نقطة إلا درتي أربعة أخطاء فما فوق يعني عندك صفر نقطة إلا ما عندك حتى شي خطأ راه عندك جوج ديال النقط. إذن قد تسمون تنقاد ناد ناد تويتي توينا السمراوت سرستاغ ثيافوت يخفوال لدرت توت أترات يخفوال أود تويناس نكت زيلت أرات وينست سي زقالن ناديك سيجيد أفاد يفيديوت نادي دان هاد نسيو الخفي زقالناد نسغتيتن نيني ما خلي دوري قناد نرى استغرسنا تنميرت خفوت فورنون ارسيري مغا كنت تسوسم توي تمسيرت نوسا كوني تسوسم ولا غمون وسا يمال ندا ادو نسكري لغ ما يضن يوس نمرة انتو تلاي تمازيخت مشا سيلو جان ان اركام سيلو جان ان يسر سوسينا اقل دان تسنا تمازيخت تنميرت خفوت فورنون ارتي مليليت